رجل أو عفوا شاب خطب فتاة واشترى الذهب واشترى كل شيء واشتري كل شيء، وعند العقد تراجع الشاب ورفض الزواج، ما العمل؟ العمل خلاص انتهى. لكن إذا كان يسأل عن الماديات فتخصم منه الغرامات التي غرمتها الزوجة وأهلها، إذا كان لاحق بالزوجة ضرر فليقدر الضرر وتؤخذ قيمته، فالنبي قال لا ضرر ولا ضرار.